السترينج تعتبر اميوتابل. اميوتابل يعني غير قابله للتعديل. انا دلوقتي عندي سترينج سميته اس، السترينج ده عباره عن طارئ. دلوقتي انا لو عايز اعدل الحرف التاني ده مش هعرف، مش هعرف اغيره اللي هو حرف الاي مثلا، اي حرف. انا هدي مثلا مثال لحاجه ميوتابل الاول، حاجه ينفع اعدل عليها يعني عشان اشوف اللي ما يتعدلش عليه عامل ازاي. لو عندي مثلا ليست، ليست دي من كلمات بايثون فممكن اسميها ال وخلاص ليست. حلو، ليست دي فيها اربع كلمات، اول كلمه طارق مع كده كوما، تاني كلمه عمر، كلها سترينجز. حلو، التالت مثلا رقم، والرابع مثلا احمد. دلوقتي ده بياخد صفر، ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، صح؟ لو انا عايز اعدل اشيل كلمه طارق، تمام، يعني انا لو كتبت ال صفر دلوقتي هيطلع لي طارق. المهم دلوقتي ال ال دي ليها اي دي، مش كده؟ شفت الاي دي بتاعها، ده الرقم بتاعه. جميل، يعني ده الرقم التعريف بتاعها او الاوبجكت اي دي، فده رقم بطاقه. طيب دلوقتي لو انا عملت ال صفر، ال صفر اللي هي ايه؟ اللي هي طارق. انا عملت ال صفر بتساوي مثلا اسامه، وبعد كده جيت اشوف ال، اشوف ال بتاعتي دي بقت عباره عن ايه، فبقت اسامه عمر ثلاثة احمد. خلاص، ده كده معناها اسمها ميوتابل. انا عرفت اغير حاجه فيها جوه. اتاكد منين ان هي دي نفس الليست اللي انا غيرت عليها؟ ان انا اشوف الاي دي بتاعها، اشوف الاي دي بتاع الليست بعد ما انا لعبت فيها، نفس الاي دي ولا لا؟ نفس الاي دي بالظبط. تمام، ده كده معناها ان اسمها حاجه ميوتابل، اقدر اعدل عليها. اميوتابل انا ما اقدرش اعدل عليها. فدلوقتي لو انا عملت اس مثلا واحد، هيبقى ايه حرف الاي، مش كده؟ طيب هل ينفع اكتب اس واحد بيساوي مثلا ار؟ انا عايز اخليه ار. اداني ايرور، نوع الايرور بيقول لي ايه؟ بيقول لي str اللي هو string object does not support، لا يدعم item assignment، يعني ما ينفعش اعمل assignment للايتم التاني فيه مثلا خالص. assignment يعني فيه علامه equal في الموضوع، يعني لما اعمل متغير variable مثلا بيساوي اي حاجه، ده انا كده عملت assignment، عملت assign للstring ده بداخل variable ده، ده معنى كلمه assignment حرف الايكوال. تمام، فانا كده ما اقدرش اعدل على string. حلو، ممكن واحد يجي يقول طب انا هعمل متغير هو هو بتاعي، واروح كاتب مثلا ايه تي تي ار اي كي، فعلا المحتوى المتغير هيتغير لكن الاي دي هيبقى مختلف. يعني عملت اي دي للاس الاولى، حلو، ده الاي دي بتاعها، وانا غيرت الاس الاولى، غيرت المحتوى بتاعها، بحاول اتحايل على ان انا ما ينفعش اغير اي حاجه داخليه، فغيرت المحتوى كله، عملت تعريف من جديد، عملت اساين من جديده، بعد كده عملت اي دي وجبت الاس، لقيت اي دي تاني خالص. انا جيت اغير الحرف التاني او الحرف التالت، قال لي ان في ايرور، ان الايتم ده ما ينفعش اعمل فيه اساينمنتس، الاوبجكت ده ما ينفعش اعمل فيه سترينجز يعني. قلت طب خلاص انا هعمل سترينج جديد بس هديله اساينمنت لنفس المتغير بتاعي حرف الاس، يعني سميته اس برضو. فده معناها ان بايثون لغى ده خلاص، يعني دي مش موجوده جوه بايثون خلاص، لان ايه حرف الاس ده اتعمل له اساينمنت جديد، والدليل على كده ان بقى ليه اي دي جديد، مش هو هو الاس اللي كان في الاول. الاس طارق دي مش هي الاس تي تي ار اي كي. طيب اسمها اميوتابل، تمام، لان في كذا اوبجكت في بايثون بيبقى اميوتابل. طب ايه الاحتياج اصلا ان انا يكون عندي حاجه اميوتابل؟ مثلا لو انا بعمل برنامج، انا مبرمج مثلا في بايثون بعمل برنامج، وعايز البرنامج ده تكون مساحته على الشاشه مثلا اللي هي 1280 في مثلا 720 اللي هي الهاي ديفينيشن يعني، تمام، ومش عايز اثناء ما انا بكتب كود او حاجه اكتب حاجه بالغلط تعدل الدايمنشنز دي، فمثلا بديها لحاجه اميوتابل زي مثلا التوبلز. فانا ممكن اكتب متغير مثلا اسميه دايمنشن اللي هي الابعاد بتاعه البرنامج بتاعي مثلا بيساوي، وحطيتهم جوه توبل. انا ممكن احتاج لحاجات كده في اللغه، احيانا ان انا ممكن اعمل حاجات يعني اكسبليسيت واضحه قوي، انا بقول ما تغيرش النهايه بتاعه الجمله الفلانيه، ما تغيرش النهايه بتاعه الكلمه الفلانيه مهما كانت الظروف، تمام. فايه انا كده الاي دي بتاع الاسف السترينجز مش ميوتابل، ما اقدرش اعدل عليها.